بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية في انطلاقة أشواط صباح هذا اليوم، وها هي انطلاقة شوطنا هنا السادس في مجموعة الأشواط وشوطنا السادس والخاص بانطلاقة وتحديات اللقايا القعدان هنا هجن أصحاب السمو الشيوخ للانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها. نسير معكم هنا بتحدي، نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة غزيلان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري من يأتينا على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشميمي لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بمتابعة سيب مطر بخلفان اليابري هنا في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث المنطلق سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع طارق بن مبارك بالقوبع في تضميره وشاهين. ياتينا خامسا لسمو او رابعا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم بمتابعه عتيق بن سالم بالعرقي الحميري، وعلى المركز الخامس المنطلق بهذه اللحظات ياتينا هنا في انطلاقة وتحديات هذه المسيرة والقادم هنا أيضا اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هناك شاهين من الجانب الآخر من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما ثامن مراكزنا وصل هملولي من هجن السيح السلام بمتابعة سعيد بن سالم نينيبي من يتابع في هذه اللحظات على ثامن المراكز. والمركز التاسع يأتينا شاهين من هجن الرئاسة، بينما في المتابعة والتضمير هنا والانطلاق محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز العاشر المنطلق شاهين هنا من هجن الرئاسة بمتابعة صالح بن سعيد بن عري المري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ضعناها على حضراتكم هنا بهذه الانطلاقات الصباحية الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والمقدمة والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة. وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقة وهذا الأداء هنا نتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة وتحديات. إذن هنا المنطلق بهذه اللحظات الواعي ولكن غير هملول هجن سيح السلم مع العنيد سعيد بن سالم لينيبي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الواعي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والقادم شاهين هنا من هجن الرئاسة من يتسلل في هذه اللحظات بمتابعة هنا صالح بن سعيد بالعري المري وشاهين، كذلك هجن الرئاسة مع أيضا أبو سلطان حارب بن مغير العميمي، ووصل هنا شاهين آخر من هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. غياث يقدم لنا بهذا الانطلاقات والتحديات. نتابع هنا الانطلاقات، هناك شاهين وشاهين القادمات هجن العاصفة مع غياث الهلولي، وهنا المتسلل ثامنا شاهين هجن الرئاسة، هو القادم هنا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من يقدم الانطلاقات. الله هو التحديات الأخيرة هنا لمجريات هذا الشوط والقادم هنا أيضا في هذه اللحظات. وهنا والمنطلق شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ويأتينا ويتسلل في هذه اللحظات هنا سهلان اسمه الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى عيسى بن خلفان بالشاوي الغفري
في تضمير هذه هي النتيجة. ونعود إلى هملول، نعود إلى هملول المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة مع الكيلومتر الأخير. هملول على الصدارة على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجنسي السلام، بمتابعة هنا العنيد سعيد بن سالم لينيبي، من يتابع على الصدارة أبو خليفة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور والصدارة، ولكن أرى مقاتلات الرئاسة قادمات هنا في هذه اللحظات. هنا أيضا بانطلاقة شاهين، هنا وشاهين وشاهين، هنا ثلاثية جميلة جميلة. الله الله في التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط. شاهين يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة، ينطلق إلى الصدارة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول دارة هذا الشوط. هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يضيف نقطة أخرى لنقاط هذا الشعار في هذا الصباح المميز الجميل. ها هو التابعون على الصدارة وعلى المقدمة، يقترب من خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا لهجن الرئاسة وداعميها على هذا الأداء المميز الجميل. هنا لشاهين حط على الوصول إلى خط النهاية، وكذلك شاهين. هنا هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثالث أتانا شاهين. هجن الرئاسة مع حارب بن مغيل العميمي، المركز الرابع هملول من هجن صحيح السلم عيد بن سالم النيبي قدمه، المركز الخامس شاهين. هجن الرئاسة بمتابعة صالح بن سعيد بن علي المري، نتابع التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا الكرام هنا بالانطلاقات والتحديات الأخيرة، ولحظة الوصول هنا والانطلاق والتحدي هنا والتوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية. 7 دقائق هي الحاضرة، طبعا مسافتنا 5 كيلومترات هنا أيضا و34 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن الرئاسة، تهانينا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، كذلك شاهين حل في المركز الثاني. هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ب7 دقائق هنا أيضا، 35 ثانية و5 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فوصل شاهين هجن الرئاسة بمتابعة المضمر حرب بن مغير العميمي، قاطع المسافة في 7 دقائق 35 ثانية أو 36 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس هنا بالانطلاق. تواصل معكم مشاهدينا الكرام هنا بمسيرة شوطنا.